هنا بضواحي واد الفضة بشلف، عثر أحد فلاحي المنطقة على أحد الجرار وعظام نروفات تعود للحقبة الرومانية. تواجد الموقع بالقرب من الوادي يرجح أن يكون الموقع الأثري ورشة لصناعة الفخار إبان الحضارة الرومانية التي عمرت بالمنطقة. اتصلنا مباشرة بالهيئات المعنية والمتمثلة في مديرية الثقافة التي أوفدت مباشرة بعد تلقيها لمراسلة رسمية من طرفنا لجنة مختصة في الآثار، وبعد معاينة ميدانية لهؤلاء الأخصائيين تبين لهم وأعلنوا لنا بأنها منطقة أثرية رومانية ترجع إلى القرن الثالث. بعد هذا الاكتشاف توالت عملية الحفريات، أين عرفت العملية الأولى استرجاع الجرتين والروفات، على أن يتم إعداد تقرير مفصل يرفع للمركز الوطني للبحث في علم الآثار بغية استفادة الموقع من عملية دراسة أكبر قد تميت اللثام عن آثار أخرى مهمة. كي وصلنا لعين المكان وجدنا بعض الإطراس أو بعض الدلائل أو القرائن الأثرية التي توحي بوجود موقع أثري هام. هذه الدلائل هي عبارة عن شقق فخارية متنوعة إضافة إلى حجر أو ما يسمى القرميد المجفف الذي كان يستعمل في العمارة القديمة، بالإضافة إلى وجود حجر مسقول والذي يرجح أنه كان يستعمل أيضا في العمارة. ومن المنتظر أن يتم بعد انتهاء عملية الحفريات الأولى ونقل هذه الموجودات إلى المتحف العمومي الوطني عبد المجيد مزيان أن يستفيد الموقع الأثري باهتمام أكبر مستقبلاً.